جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت فاض من طه فما كنت إلا مثل طه نبويا. يا جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أهلا بأبي الحسن. أهلا وسهلا. السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. بارك الله فيك. تفضل. بلغني يا أبا الحسن كلام آلمني. ما هو يا أبا العباس؟ كلام ترام إلي ربما يكون كلام حاسدين، فأرجو ألا يجد في نفسك إذا طرحته عليك. قل ولا تخفي شيئا، لعل فيه خير إن شاء الله. إن شاء الله. يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد حبس المطر عن الناس لما توليت ولاية العهد، فأتمنى عليك أن تدعو الله سبحانه أن يمطر على الناس. سأفعل إن شاء الله. اليوم هو الجمعة، فمتى تفعل؟ يوم الاثنين. كم أنا سعيد بهذا الكلام يا أبا الحسن، فأنت تعرف ألسنة السوء. سيقطعها الله بإذنه. تجهزوا ليوم الاثنين وليحضر من يشاء. إن شاء الله. Thank you.
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله رب العرش العظيم. اللهم يا رب، أنت عظمت حقنا أهل البيت، فتوسل بنا كما أمرت، وأمل فضلك ورحمتك، وتوقع إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم. آمين اللهم آمين. لا أثر لسحابة يا مولاي، جفاف ما عرفناه. أيها الناس، هذه سحابة بعثها الله عز وجل لكم، فاشكروا الله تعالى على تفضله عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. قوموا إلى منازلكم ومقاركم، فإن السحابة ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا إلى مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله. الله أعلم أين يضع رسالاته. الآن المطهرون وما كانت السوار، لا في سالف ولا في قادم. إنما أرى بي يا أمير المؤمنين أن أبلغك ما يجري بين العامة والخاصة من رعيتك. أربك وأرب رب العالمين أن يخزيك ويفضعني معك. لا رأي لحاسد فيما دبره الرحمن. العزة لله. اجلسوا. ما دعا عليكم دعا بالحياة، ولو دعا بالبوار لهلكنا. أحكموا إنتاج الأبواب والنوافذ. وأبيض يستسقى. فهذا العبد لا يختم الله له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن. اللهم اجعلنا من أتباع آل نبيك واحشرنا معهم. آمين. فاتصل قول رسول الله بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله عز وجل، فلم يأتي 7 أيام حتى أغير على سرح المدينة. فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله في إثرهم جماعة وفيهم ذلك الرجل، فاستشهد فيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أعلم أين يضع رسالاته. أين في الدنيا مثلك يا ابن رسول الله؟
أردت يا ابن الرشيد أمرا وأراد الله أمرا آخر. فضحت أمام الناس حيث لا أدري كيف كان يبايع رسول الله حتى عرفنا علي بن موسى. وهذه قصة المطر. ثم أفحم كل من أتيت به لمناظرته، والناس مفتونون به، وكلهم يقول لا تليق الخلافة إلا لابن موسى. طلبتني يا مولاي، ما الحيلة في علي بن موسى يا ابن أكثم وقد مر في كل أمر مرور السهم من الرمية؟ أحضر له أصحاب الديانات والمقالات فليناظروه يا مولاي. وددت وبيقطعوه في أمر واحد واحد لأشهر به أمام الناس. سيقطعونه يا مولاي، فلديهم علوم من مضى. ومن أين لعلي بن موسى علومه؟ ليحضروا وليناظروه. إذن لي يا مولاي. تصل بحفظ الله إلى بغداد. أستودعك الله يا مولاي الذي لا تضيع ودائعه. وددت ألا أفارقك ساعة، ولكنك أمرتني. بلى، كن في بغداد مع أهلك وشيعتك، واعرف يا ريان أن ولدي أبا جعفر هو القائم بالأمر بعدي، وهذا أبو الصلت يبقى معي في الري ويقوم مقامك. ادعو لي يا مولاي. يا موفق. أمر مولاي. هاتي أحد أثوابي، فقد وطن النفس أن يطلبه الريان ونسي. الله أكبر، ورب الكعبة، ما كلمت في ذلك بشرا، إنما حدثت به نفسي وأنسانيه أمر فراقك يا مولاي. سبحان الذي لا ينسى. تفضل. المأمون يريدني غدا للمناظرة مع رؤساء الديانات في خراسان. ماذا يريد منك يا مولاي؟ يريد أن يطفئ نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. بحفظ الله يا ريان. حفظكم الله يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عباءة جميلة. اسمع يا هذا، اقتلني ودع العباءة. سأقتلك. هاتوا العباءة. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومهبط وحي موحش العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منن، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. أتحفظها يا هذا؟ كلها بيتا بيتا. كم عدد أبياتها؟ 115 بيتا، فيها بيتان لمولانا الإمام عليه السلام. أنشدني البيت 100. وإذا وتروا مدوا إلى واتريهم
أكفا عن الأوتار منقبضاتي. لا تقيدوه، ما كنت لأقيد رجلا يحفظ مرثية دعبل في بيت آل رسول الله. أنا دعبل والله. ماذا تقول؟ أنا دعبل ورب الكعبة، وهذه العباءة لمولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ألبسني إياها بعد أن أنشدته القصيدة. ويلي من فاسق، ويلي من فاجر، والله كنت لأصلى نار جهنم بك يا دعبل. اتركوهم ولا تأخذوا منهم شيئا، لقد وهبتهم لك يا دعبل كرامة لمولاي الإمام، وها إني أتوب على يديك. ولكن أهل خراسان لن يرخصوا لك بالعباء، فاطلب بها ما تشاء. ويح الرشيد، كيف طابت نفسه على اغتيال مولاي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. آه، إن ماذا أقول لك يا أختاه، إن في الحلق شجن وفي الصدر غصة لن تزول. انقضت دولة الجور، فقال آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله: قد رحمنا الله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ثم جاءت دولة أبناء عمنا، فابتدأت بالسفاح وتلاها المنصور، ثم المهدي فالهادي والرشيد، فأوغلوا في دمائنا كذئاب جائعة حتى كادوا يأتون علينا. ثم أمر الرشيد زبانيته أن يداهموا بيوتنا ويأخذوا أرزاقنا، فسرقوا حلينا وثيابنا وتركوا دورنا بلقعا. ويحا، في مدينة جدنا رسول الله وقرب رمسه، والله ما فعل بنا بنو أمية ما فعله أبناء العباس. كل ذلك من أجل الخلافة يا أختاه؟ بل من أجل الملك، فهم ملوك وليسوا بخلفاء. ألا يعرفون أنها لآل رسول الله صلى الله عليه وآله نصا مثبتا كما أخبرني سيدي أبو الحسن؟ بلى والله إنهم لا يعرفون، ولكنه الملك وولع الدنيا، لأجلها أباحوا دماءنا وأموالنا وقطعوا أرحامهم، وكأننا روم محاربون لهم بل أشد نكلا. هل قام سيدي موسى بالسيف حتى فعلوا ما فعلوا؟ لا والله، ولا دعا إلى سيف، لكن قلب هارون خل من الرحمة، فقد قتل يحيى بن عبد الله بن الحسن بعدما أمنه بكتاب عليه شهود، فما رعى فيه ذمة. وطارد إدريس بن عبد الله بن الحسن إلى إفريقيا وقتله فيها بالسم، وعبد الله بن الحسن أتى به من المدينة واتهمه بأنه يجمع له، فقال له عبد الله: نشدتك الله في دمي، فوالله ما أنا في هذه الطبقة. فأمر وزيره يحيى بن خالد أن يسجنه عنده، فلما أتى النيروز قدم الفاجر جعفر بن يحيى عنق عبد الله المظلوم مع هدايا النيروز، وادعى كذبا أن ذلك تم عن غير أمره، وهيهات أن يكون صادقا. ويحه من موقف يوم عظيم. ولم يكتف بذلك، بل أخذ محمد بن يحيى بن عبد الله غدرا من بكار بن عبد الله الزبيري، فسجنه في سجن الرشيد وأنشد يقول: إني من القوم الذين تزيدهم قصوا وصبرا شدة الحدثان، فما أخرجه من سجنه إلا ميتا. أي بغض هذا يا أختاه؟ بل أي ملك ذميم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جمعتكم على خير، وأحببت أن تناظروا ابن عمي علي الرضا، وهو من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. الصابئة، الجاتليق، الزردشتية، رأس الجالود وسواهم. حاوروا علي الرضا بن عمي وأنصفوه. يا أمير المؤمنين، كيف أحاج رجلاً يحتج علي بكتاب أنا منكره ونبي لا أؤمن به؟ كيف يا مولاي؟ ماذا إن احتججت على كل واحد منكم بكتابه؟ أتقبلون؟ بلى، لقد أنصفتنا. هاتوا ما عندكم. ما تقول في عيسى وكتابه؟ هل تنكر منه شيئا؟ إنني مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به وأقر به الحواريون. كافر بنبوة عيسى من لم يقر بنبوة محمد وبكتابه ولم يبشر به أمته. أريد شاهدين عدلين ليس من أهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية. ما تقول بيوحنا الديلمي؟ ذكرت أحب الناس إلى المسيح. فأقسمت عليك، هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال: إن المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به أنه يكون بعده، فبشرت به الحواريين فآمنوا به؟ نعم، قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح، وبشر بنبوة رجل وبأهل بيته ووصيه، ولم يلخص متى يكون ذلك. يا عمتي، إن والدي يجلس في مجلس مليء بالحكماء وهم ينحنون له كلهم، يعلو عليهم ولا يحيرون أمامه جوابا. ونعلم ذلك يا ابن أخي. الحمد لله العليم الخبير. أما الفارقليط الذي بشر به المسيح في الإنجيل فهو محمد، والإنجيل ترجم من اليونانية، وفارقليط أو باركليتوس اليونانية معناها محمد بالعربية. ثم إنك تقول من شهادة عيسى على نفسه: حقا أقول لكم يا معشر الحواريين، إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها، إلا راكب البعير خاتم الأنبياء، فإنه يصعد إلى السماء وينزل. فماذا تقول؟ هذا قول عيسى لا ننكره، وأرجو أن تعفيني من أمر لوقا ومرقابوس ومتى وما نسبوه إلى عيسى. قد فعلت. ما عندك يا رأس الجالوت؟ لا أقبل بأي حجة إلا من التوراة. لا تقبل مني حجة إلا من التوراة على لسان موسى بن عمران، والإنجيل والزبور على لسان داود؟ من أين تثبت نبوة محمد؟ هل تعلم يا يهودي أن موسى أوصى لبني إسرائيل فقال لهم: إنه سيأتيكم نبي هو من إخوتكم فيه، فصدقوا ومنه فاسمعوا. فهل تعلم لنبي إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل؟ هذا قول موسى لا ندفعه. هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمد؟ لا، ولكن أحب أن تصححه لي من التوراة. هل تنكر أن التوراة تقول لكم: جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل سعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ أعرفها وما أعرف تفسيرها. أما طور سيناء فهو الجبل الذي أنزل الله به وحيه على موسى عليه السلام، أما جبل سعير فهو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام وهو عليه، أما جبل فاران فهو من جبال مكة المكرمة بينه وبينها يوم. وقال شعيب النبي: رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما راكب على حمار والآخر على جبل.
فمن هما؟ لا أعرفهما. أما راكب الحمار فهو عيسى بن مريم عليه السلام، أما راكب الجمل فهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. أتنكر هذا من التوراة؟ لا أنكره. أتعرف حيقوق النبي؟ نعم، إني به لعارف. فإنه قال في كتابكم: جاء الله بالبيان من جبل فاران، وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد وأمته، يحمل خيله في البحر كما في البر، يأتين بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس، وتؤمن به؟ لقد قال ذلك حيقوق النبي، ولا ننكر قوله. أود لو يقطع ولو بمسألة واحدة. وهل قال داود في زبوره وأنت تقرأ: اللهم بعث مقيم السنة بعد الفترة؟ فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا قول داود، نعرفه ولا ننكره، ولكنه عنا به عيسى، وأيامه هي الفترة. إن عيسى لم يخالف السنة، وقد كان موافقاً لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه. وفي التوراة مكتوب: إن ابن البرة ذاهب والفارقليط جاء من بعده، وهو الذي يخفف الآثار ويفسر لكم كل شيء، ويشهد لي كما أنا شهدت له. أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. يا رأس الجالوت، سألت عن معجزات نبينا وقلت إن النبي موسى لم يكن له نظير لمكانته من ربه وقربه منه، ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاها حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء به، فكيف أقررتم بالأنبياء قبله ولم يفلق البحر، ولم يفجر من الحجر 12 عينا، ولم يخرج أياديهم بيضاء كيد موسى، ولم يقلب العصا حية؟ لو جاءوا بمعجزات لوجب تصديقهم حتى ولو لم تكن كمعجزات موسى. قد أحيا عيسى بن مريم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ولم تؤمنوا به. قالوا إنه جاء بذلك ولم نشهد. وهل شهدت آيات موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام؟ إنما جاء من تقاتهم وبشهادة الجموع، فصار الخبر مرسلا ومصدقا بالإجماع عليه والإقرار به في الكتب المنزلة، فكيف صدقوا موسى ولم تصدقوا عيسى؟ لما لا تجيب؟ لا جواب لديه. وكذلك أمر محمد وما جاء به، وأمر كل نبي بعثه الله. ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا، راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا، ولم يختلف إلى معلم. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفا، وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة، ثم كان يخبرهم بأسرارهم وجاء بآيات لا تحصى. لم يصح عندنا خبر عيسى ولا محمد، ولا يجوز لنا أن نقر لهما بما لم يصح. فهل الشاهد الذي شهد لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام
شاهد زور؟ أفحمك ابن عمي والله. نجونا والله يا حر. نجونا بفضل قصيدتك في مدح مولاي الإمام، بل بفضل دعاء الإمام عليه وعلى آله السلام. آله السلام. ولكن وحزناه على عباءته، والله لو تعلقت بحبال السماء لما تركني أهل خراسان أفوز بها، إنها عندهم كنز مقدس الآن. رب ضارة نافعة. ويح، ومن نفع فيها؟ لربما جاءت إلى العراق وضاعت، ولكنها عند هؤلاء القوم من الفرس. سيفنى الدهر وتبقى عباءة مولاي الإمام عليه السلام باقية يتباركون فيها. ألم ترى ما فعلوا؟ أعطوك فيها 30,000 درهم، ولو طلبت أكثر لبلغت ما أردت. والله ما لي أرب إلا بالعباءة، رغبت بشيء منها حتى يوضع في كفني عند وفاتي، وقد وفوا لي بذلك. أطال الله بقاءك يا دعبل. ورب البيت، سأبقى أنافح عن أهل البيت ما حييت ولو كلفني ذلك حياتي. وهذا الهربز الأكبر، لما سألته ما حجتك أن زردشت نبي، قال أمامكم إنه أتاهم بما لم يأته أحد قبله، والأخبار من أسلافهم وردت بأنه أحل لهم ما لم يحله غيره فاتبعوه. فكذلك سائر الأمم أتتهم الأخبار بما أتى به النبيون، وأتى به موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم. فما عذركم في ترك الإقرار لهم إذا كنتم، وإنما أقررتم لزردشت بالنبوة بما جاء بالأخبار المتواترة بأنه جاء بما لم يأتي به غيره؟ ما لك لا ترد يا صاحب زردشت؟ لا جواب لدي. طبعا، لأن حجة ابن عمي أبا الحسن قد قطعتك. يا قوم، إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم. يا عالم الناس، لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسألة، ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين، فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما. أفتأذن لي أن أسألك؟ إن كان في الجماعة عمران الصابئ فهو أنت. صدقت، أنا عمران الصابئ. سل يا عمران، وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور. والله يا سيدي، ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه. سل عما بدا لك. أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. لا أراك تجيب عليه يا علي بن موسى. سألت فافهم. أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه، بلا حدود ولا أعراض، ولا يزال كذلك. ثم خلق خلقا مبتدعا بأعراض وحدود مختلفة، لا في شيء أقامه ولا في شيء حده، ولا امتثل به ولا مثله. فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفوة، واختلافا وألوانا وذوقا وطعما، لا لحاجة كانت منه ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به، ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصانا. أتعقل ذلك يا عمران؟ نعم والله يا سيدي. واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته، ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق، لأن الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى. والحاجة يا عمران
لا يسعها لأنه لم يحدث من الخلق شيئا إلا حدثت فيه حاجة أخرى. ولذلك أقول لم يخلق الخلق لحاجة، ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض، وفضل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى فضل ولا نقمة منه على من أذل، فلهذا خلق. يا ابن أخي، من أين تأتي بهذه العلوم وأنت في الحجاز؟ لا مكتبات ولا وراقون ولا ترجمات، إنه لإلهام والله. يا سيدي، هل كان الكائن معلوما في نفسه عند نفسه؟ إنما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه، وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجودا، ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد علم منها. أفهمت يا عمران؟ نعم والله يا سيدي. فاخبرني، بأي شيء علم ما علم؟ أبضمير أم بغير ذلك؟ أرأيت؟ إذا علم بضمير، هل تجد بدًا من أن تجعل لذلك الضمير حدًا تنتهي إليه المعرفة؟ لا بد من ذلك. فما ذلك الضمير؟ لا أعرف يا سيدي. لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير آخر؟ أفسدت عليك قولك ودعواك يا عمران. أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير، وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وضع، وليس يتوهم منه وتجزئة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم؟ فاعقل ذلك وابني عليه ما علمت صوابا. الصلاة قد حضرت. يا سيدي لا تقطع علي مسألتي، فقد رق قلبي. نصلي ونعود.